ولمزيد من المتابعه والتحليل ايضا ينضم الينا هاتفيا دكتور حسام عبد الحسام، دكتور حسام الخبير الاقتصادي حسام معيد. بعد التحيه، يعني برايك الى اي مدى يمكن ان يساهم هذا المنتدى العربيه الصينيه في تعزيز العلاقات العربيه الصينيه؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. طبعا تاتي هذه الزياره للسيد الرئيس لجمهوريه الصين العظيمه، طبعا تاتي من في ضوء توضيد وزياده عمق العلاقات سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي ما بين الدول العربيه وما بين دوله الصين الكبرى. طبعا ده باعتبار او يعني وضع مكانه كبيره جدا للمجتمع العربي والدول العربيه مع الشراكه مع الدوله الصينيه، طبعا في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسيه وتوترات اقتصاديه. فاتجهت الصين الى يعني تجديد وتعميق العلاقه ما بين الدول العربيه وما بينها، ده اللي هيكون ليه مردود ايجابي جدا على الاقتصاد العالمي بصفه عامه وعلى السياسه الدوليه بصفه خاصه في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسيه وصراع في مختلف المناطق بجميع دول العالم ادت الى ازمه اقتصاديه ألقت ظلالها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الخاصة والدول النامية الأكثر تأثيرا من الأحداث السياسية التي حدثت منذ أكثر من 3 أعوام. ربما تكون هذه العلاقة في ضوء أو من واقع تعميق التعاون ما بين الدول العربية وما بين دولة الصين سواء على المستوى السياسي وزيادة الاتفاقات السياسية وبعض الاتفاقات ايضا التجاريه الاقتصاديه التي قد يكون لها شان كبير او مردود ايجابي على اقتصاد هذه الدول. وتاتي ايضا اهميه الدوله العربيه بالنسبه للدوله الصينيه كبرى جدا وليها مكانه كبيره جدا خلال الفتره الاخيره، طبعا بعد خروج او بعد يعني ظهور قوه الاقتصاد الصيني خلال الفتره الاخيره وغزت جميع الانظمه الاقتصاديه لجميع الدول العربيه، وايضا اتجهت الدول العربيه الى وجود بدائل عن الولايات المتحده او الاقتصاد الامريكي بصفه خاصه لعدم توفير العمله في ظل طبعا ما يشهده الاقتصاد العالمي من ازمه. وطبعا ده بتحكي هذه الاجتماعات او هذا المؤتمر لتوضيد العلاقه ما بين الدول العربيه وما بين دوله الصين الكبرى. نعم دكتور حسام، ربما كان من أبرز ما جاء في زيارة أمس هو التأكيد على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق، والتي أيضا تدعمها مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني. برأيك لأي مدى يساهم ذلك في الإسراع من يعني تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة 2030 للأمم المتحدة؟ طبعا هو في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات اقتصادية كبيرة جدا ناتجة أو مترتبة عن الأزمات الجيوسياسية التي حدثت بداية من جائحة كورونا عام 2020 ومرورا بالأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وانتهاء بالأزمة الجيوسياسية ما بين الاحتلال الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية أو في دولة فلسطين. طبعا اتجهت مصر إلى وجود بدائل عن بعض السلع التي يتم استيرادها، وبالتالي اتجهت مصر الى زياده الناتج القومي الاجمالي المصري خلال الفتره الاخيره، وده اللي هيكون ليه انعكاس كبير جدا، وده هيكون من خلال تحقيق التنميه المستدامه التي يكون ليها مردود ايجابي وسريع ومباشر على مؤشرات الناتج القومي الاجمالي المصري وتدفعها نحو الارتفاع، وبالتالي هيكون في مردود ايجابي على الموازنة العامة للدولة ويدفعها إلى مزيدا من الاستقرار الإجمالي وأيضا مزيدا من انخفاض معدلات الدين الخارجي
للناتج القومي الاجمالي. خلينا نقول ان الازمه التي القت بالظل على الاقتصاد العالمي بصفه عامه لا سبيل للخروج منها سوى زياده الانتاج واستدامه الانتاج وزياده المنتج المحلي، وبالتالي هيكون في انخفاض الفاتوره الاستيراديه في الاقتصاد المصري، وهيكون في مزيدا من الاستقرار المالي للموازنه العامه للدوله. وطبعا اتجهت مصر للبحث عن بدائل عن السلع التي يتم استيرادها بالعمله الصعبه وخاصه بالدولار، وطبعا بدات جمهوريه مصر العربيه بالقياده التنسيبيه للدوله المصريه بإقدام بعض الاتفاقات زي اتفاقيه بريكس التي يعني بدات مصر بتفعيلها منذ مطلع العام الجاري، طبعا مع الشراكه الصينيه والروسيه وبعض الدول، وجود بدائل بسد فجوه الاستيراد او وفره السلع التي كانت موجوده قبل الازمات الجيوسياسيه، وتم وجود ازمات في توافر كميات الانتاج بهذه السلع، وادت الى ارتفاع اسعار اغلب السلع الموجوده التي تم اختفائها او كانت مقتصر استيرادها من الجانب الامريكي او من الجانب الروسي طبعا خلال بدايه الازمه. طبعا شهدنا ايضا في ارتفاع لتكاليف الانتاج المباشر زي ما شهد سجل خام برنت مستوى 140 دولار بمارس قبل الماضي في ذروه الازمه الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا. ايضا شفنا في غياب لحصه الحبوب والغلال للدوله الروسيه ودوله اوكرانيا، واللذان يمثلان حوالي 33% من حصه صادرات العالم من الحبوب والغلال. كان غياب هذه الحصه كان ليه تاثير كبير جدا على ارتفاع اسعار الحبوب والغلال، ودفع ايضا معدلات التضخم نحو الارتفاع، واتجهت اغلب الدول الى اتباع سياسه انكبشيه اكثر تشدديه كان من شانها او السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمه هو البحث عن بدائل لتوفير السلع والخدمات الاساسيه التي يتم استيرادها، وبالتالي اتجهت الدوله المصريه البحث عن شركاء جدد كنوع من انواع التحوط من استمرار ارتفاع الاسعار وعدم توفر الكميات المناسبه من السلع والخدمات الاساسيه. طبعا الاتفاقات او الشراكات الاقتصاديه التي تم ابرامها مع الجانب الصيني ليها تاثير هام جدا وليها مردود ايجابي جدا على مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي بصفه عامه، وهيدفع الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات النمو المطلوبه منه من قبل المؤسسات الدوليه زي صندوق النقد الدولي زي البنك الدولي خلال العام المالي الجاري والمقبل ان شاء الله. هنشوف فيه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنه العامه للدوله سواء بالموازنه بالعام المالي الحالي او الموازنه التقديريه بالعام المالي المقبل. طبعا مع تنفيذ هذه الشراكات هيكون ليها مردود ايجابي وهتخفض حده الازمه على الاقتصاد المصري خلال الفتره المقبله. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عيد الخبير الاقتصادي.